السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 23/10/2022 في الجولة 11 من الدوري الإيطالي. اليوم متابعين الكرام، أودينيزي خسر من تورينو 1-2. أحرز هدف أودينيزي دولوفيو في الدقيقة 26، هدفية تورينو عن طريق أولا أينا في الدقيقة 14 وبيترو بيليجري في الدقيقة 69. بولونيا فازت على ليتشي 2-0، أحرز هدفية بولونيا ماركو ارناوتوفيتش من ضربه جزاء في الدقيقه 13 ولويس فيرغسون في الدقيقه 35. اتلانتا خسرت من لاتسيو 0-2، احرز دفاعي لاتسيو ماتيا زاكايني في الدقيقه 10 وفيليبي اندرسون في الدقيقه 52. روما خسرت من نابولي 0-1، احرز هدف نابولي فيكتور يوسيمين في الدقيقه 80. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على المباريات السابقه. بدات الجوله يوم الجمعه 21/10/2022، يوفنتوس فازت على امبولي 4-0. امس السبت 22/10، سالرنتانا فازت على سيبيزيا 1-0. ميلان فازت على مونزا 4-1. فيورنتينا خسرت من انتر ميلان 3-4. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الايطالي وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري الايطالي المركز الاول نادي نابولي ب 29 نقطه، ميلان المركز الثاني 26 نقطه، لاتسيو المركز الثالث 24 نقطه، اتلانتا المركز الرابع 24 نقطه، روما المركز الخامس 22 نقطه، اودينيزي المركز السادس 21 نقطه، انتر ميلان المركز السابع 21 نقطه، يوفنتوس المركز الثامن 19 نقطة، تورينو المركز التاسع 14 نقطة، سيلرنتانا المركز العاشر 13 نقطة، ساسولو المركز 11 12 نقطة، امبولي المركز 12 11 نقطة، بولونيا المركز 13 10 نقاط، فيورنتينا المركز 14 10 نقاط، مونزا المركز 15 10 نقاط، سيبيزيا المركز 16 9 نقاط، ليتشي المركز 17 8 نقاط، هيلاس فيرونا المركز 18 5 نقاط، كريمونيس المركز 19 4 نقاط، وسامبدوريا المركز 20 والأخير بثلاث نقاط. متابعين الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين ماركو أرناوتوفيتش لاعب بولونيا المركز الأول بسبعة أهداف. المركز الثاني شيرو موبيلي لاعب لاتسيو سجل ستة أهداف، ودوشان فلاوفيتش لاعب يوفنتوس، ولوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، والمركز الثالث باولو ديبالا لاعب إنتر لاعب روما عذرا خمسة أهداف، وكذلك رافيليو لاعب ميلان، وبيتو لاعب أودينيزي، وكفراتسخيليا لاعب نابولي. المركز الرابع ديمولا لوكمان لاعب أتلانتا أربع أهداف، وإبراهيم دياز لاعب ميلان، وماتيا زاكايني لاعب لاتسيو، ونيكولو باريلا لاعب انتر ميلان، واوليفي جيرو لاعب ميلان، وتيوان كومبينرز لاعب اتلانتا، وفيكتور يوسيمين لاعب نابولي، وازولا لاعب سيبيزيا، وبولايديا لاعب سالرنتانا، وريبيلاتو لاعب ليتشي. متابعين الكرام، بالنسبه لمتصدر صناعه الاهداف، المركز الاول سيرجيو سيفيتش لاعب لاتسيو صنع 7 اهداف، المركز الثاني دولوفي لاعب اودينيز صنع 6 اهداف، والمركز الثالث روبرتو بيريرا لاعب اودينيز صنع 5 اهداف، والمركز الرابع لورينزو بلغريني لاعب روما صنع 4 اهداف، وماريو روي لاعب نابولي، ونيكولو باريلا لاعب انتر ميلان، وبيتر زيلنسكي لاعب نابولي، ورافائيل ياو لاعب ميلان. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.